في هذا الفيديو غادي نشوف واحد الشيخ جزائري كيهضر على الفتنه اللي كاينه بين المغرب والجزائر وسببها الكره. المهم هذا الشيخ الجزائري عنده بزاف ما يتقال، تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهايه. كره القدم بالعجل ونقلوها عليا، عجل السامري في هذا العصر فلا اظلنهم اجمعين. علاه؟ وتبعوا تبعوا العالم كامل كيفاش راه ماشي، والله غير يدخلوكم من سطله لسطله. تخلص هذا السطله الشهر الجاي يدخلوكم في سطله واحده اخرى، ميزاجور ما يخلوكمش تفكروا في قضايا الامه بين قوسين. المصيريه اللي ولات تستخدم على جال وشنو؟ على جال الكره. نحكي لكم قصه نختم بها، قصه بصح عبرتها كبيرة، وهذا القصة نقولوها لكامل الناس اللي راهم بعاد على منزلة المخبتين وراهم شايفين هذا هذا الأمور تاع الكؤوس والرياضة، راهم شايفينها حاجة عظيمة. كنت أعرف دكتور زبدة الدرس، أعرف دكتور تعرفت عليه قبل تقريبا 12 سنة. المهم نجح هذا الدكتور فذهب إلى ألمانيا ولا زلت أتواصل معه. فعندما وصل إلى ألمانيا انبهر منه هؤلاء. العقل الجزائري قلتها لكم ونعاودها لكم، يعترفون به حين يكون ماذا؟ حين يكون وفق الوسائل وتساوي الكفاءات، عندما تتساوى الكفاءات وينظروا للكفاءة العقل الجزائري يفوت كثير من الناس، وعشت في الخارج ونعرف هذه الجزئية مليح. قال لي فنجحت وصرت طبيبا في القلب، وهو ابن بلادكم قد يأتي يوم نقدمه لكم هنا. قال بعد مدة سنة 2014 كانت كأس العالم، قال فإذا بها، سمعوا مليح يا شباب معليش الكبار خاطيكم الشباب، كانت الجزائر ستكون في مقابلة مع من؟ ليشفوا مع ألمانيا. قال فمزح معي بعض الدكاترة، بعض الدكاترة مزحوا معاه مرة على مرة في الكولوار، ها وهما يشربوا في قهوة، قالوا له سنفأر ها ال 82. طيب ربحت ألمانيا الجزائر في الكرة بنفس النتيجة، صح ولا لا؟ طيب فإذا به النهائي شكون؟ إيه قال فجئت في صبيحة اليوم الموالي، زادوا ضحكوا معايا شوي، قالوا لي ها نفأرنا منكم، صح كلمة وزوج وحبس الحاج. ها بنت فاهمة، سمعوا الصدمة، سمعوا الصدمة. قال فعندما كانت المقابلة النهائية فازت من؟ ألمانيا، أخذت كأس العالم. قال فجئت في الصباح، قال فدخلت إلى المستشفى، قال التقيت بنفس الدكاترة اللي كانوا يمسحوني على المقابلة تاع الجزائر، قال لم يكلمني احد على الكره. قال والله حتى ضحكني، قال لي وليت نقرص في روحي ونقول بالك مازال ما نطش من السرير، بالك مازالني راقد وهاني النوم. قال ومن بعد وليت نحاول نمعني لهم، يا جماعه ما شديتوا كاس العالم؟ قال ولا واحد حكى على كاس العالم. الرساله وصلت ولا ما وصلتش؟ اني نحكي معكم وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت. انتم تبعوا العالم العربي وتشوفوا سواء كاس اسيا ولا كاس افريقيا، الشر قاتلهم وهما 30 ساعة علاش الكرة ضربت في العمود وما ضربتش في ذكر. نروح نسأل الكرة علاه ما ضربتش في العمود، ذكر نروح نسألها. يا جماعة يا جماعة، ربي سماه لعب وسماها كرة وسماها كذا وسماها كذا، خليها في بلاصتها، خليها في بلاصتها.
لكن المنزلة اللي لازم نرتقوا لها ما هي؟ اللي راني نهضر عليها أنا. معناها اللي حقيقي مسلم، هذا خاوتنا نجمعوا التبرعات الله يرضى عليكم. مسجد الإمام مالك الكائن ببوفاريك. إذا صح، إذا صح، إحنا مسلمين. ماذا بينا نشوفوا الإسلام هذا كيفاش نلتزموا به؟ وكيفاش نطلعوا النيفو؟ حتى في القرآن واش قالنا ربي؟ واش قالنا ربي؟ في سورة الأنعام. قل تعالوا. ما معنى قل تعالوا يا جماعة؟ ماشي رواحوا لهنا. قل تعالوا طلعوا النيفو، قل تعالوا من التعالي. أي التعالي لمستوى الوحي. ولهذا عندما تكلم الله عز وجل واصفا المخبتين اللي يطيعوا واللي منقادين واللي مستسلمين واللي متواضعين لإخوانهم، قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يا ورانا 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 يا خاوتنا، وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. شكون اللي راه وجلت قلوبهم والصابرين؟ خاوتنا في المقاومة، ها؟ ماشي احنا. احنا يجي لك يقول لك انا خلاص، انا ما بقاتش، ما قدرتش، راح له التنفس مسكين. علاه؟ علاه؟ شوف المؤمنين واش راهم يديروا، شوف المؤمنين واش راهم يديروا، شوف خاوتك اللي جعلهم ربي حجة على العالم أجمع، اللي غيروا وجه الكرة الأرضية كله تغير. نقول لكم كلمة وانتم كامل، أليس من العار أنه أمة الزوج ملاير إلى وصلت زوج ملاير تسكت وتحبس وتهدن وتفتر وتلتهى بهذا الأمور، والغرب هو اللي راه يدير في المسيرات، وهو اللي راه يمشي، وهو اللي راه يندد، وهما اللي راهم يستناو في محكمة الله واش قررت، والقنابل ما حبستش على خاوتنا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أقل واحد يا سيدي من الرجولة أن نحاسب روحنا. قال يا ودي والله العظيم غير صح، حنا واش بينا؟ ورانا رايحين بها، ورانا رايحين بها. وهذا الكلام يخدم كل واحد يفكر بعقله، ماشي فرحان ولا حزين، لا 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 لا، أعطيني عقلك. إسلام هذا جاء لي يخاطب العقل، أعطيني عقلك وفهم واش راني نحكي. المسلم الحقيقي لا يمكن إلا أن يرتب الأولويات ترتيبا جيدا. لازم نكون في منزلة الإسلام الحقيقي. البشرية لم تريد أن تسلم، وربنا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وراكم شفتوا الفساد اللي راه موجود عندما لم تسلم البشرية، حين قال تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا، حبوش. حينما قال وبشر المخبتين، ورهم المخبتين، ورى هذاك اللي ينقاد ويخضع لله عز وجل ويقول والله غير ربي قال هكذا سمعا وطاعه، هذا فرض، الله يبارك. حنا اليوم روح الوحده ما ديرش حجاب، يا ودي لك محاضره، اقسم بالله الا من رحم ربي دير لك محاضره. والحجاب وماشي ضروري الحجاب واللغه وواحد الحاجه، روح الواحد ما يصليش يدير لك محاضره، يبدا يحكي لك على القلب شحال ابيض وعليه انا قلبي زرق كان يصليه. وش دخل قلبك ابيض في الصلاة؟ صلاة عماد الدين يا رجل، من أقامها أقام الدين. أنت مهدم الدين وتحكي لي على قلبك؟ هذا الشيطان قال لك قول للعلماء، قول لهم غير يهضروا معك على الصلاة، بصح أنا قلبي أبيض. أيوا يناقشوا في كلش، صدقوني ولينا نناقشوا في كل حاجة، ماشي فقط ماناش مخبتين وماشي فقط ما استسلمناش، والله غير ولينا نناقشوا.
ولا توجد أمة يا إخواني كانت تناقش الأنبياء وتجادل أكثر من بني إسرائيل. ردوا بالكم، بنو إسرائيل كانت تجادل في كلش، عمرهم ما يعجبهم لا العجب لا الصيام في رجب، صدقوني إلا حرم ربي حاجة. المهم حتى لهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، إلا عجبك الفيديو خلي لايك ونا الآراء ديالك في الكومنتار. تهلاو.